عادل الكابتن هاني اتكلم على ان هو اختيار جيد، ولكن انا كنت عايز اسال سؤال تاني. هو طبعا مستر موسيماني وضح تاثيره في مده قليله، هل ممكن يبقى جاي لك مدير فني في فتره قصيره جدا يوضح تاثيره ده وتعالى اللعيبه كاداء وكتركيز ذهنيا وبدنيا وفنيا في العشر ايام او الاسبوعين دول؟ طب خلينا نتكلم كلام منطقي بالظبط. يعني مدير فني مش هيقدر يغير كل الحاجات دي. انا اقول لك من وجهه نظري اتغيرت ازاي. اول حاجه النادي الاهلي لما كان بيشتغل وهو فايلر كان بيقول اقعد او امشي، كان عاجبني قوي اداره النادي الاهلي وتفكيرها. رقم واحد عملوا ايه؟ السكوت وبيفكروا، تمام؟ ده رقم واحد. رقم اتنين لما بدا يجيبوا واحد ما خلوش اوضه اللبس، ودي انا بتكلم فيها كتير قوي واحنا ناس مدربين وعارفين. كابتن هاني كمان اشتغل في الامر ده وعارف الامر ده، ان اوضه اللبس ضروريه جدا انك انت ما تعملش فيها بلبله. كويس. فاللي حصل ايه؟ اللي حصل اني اول ما مشي فايلر لقيت موسيماني موجود متواجد. كويس. دي ادت فرصه للعيبه ان هم في تركيزهم. مش هيجي اي مدرب يتعب، لانه هيجي عاوز المدرب لما يجي عاوز يعدل من نفسيه اللاعبين، ومدرب اخر مشي ولاعيبه، في مدرب كان بيحبهم وفي لاعيبه ما كانش مقتنع بيها، فكل الافكار اللي دي مش هديك فرصه انك انت تفكر فيها. علشان كده موسيماني جه على ارضيه ممهده كويسه. هو كمان مدرب كويس. كويس. وتتويجه بحته ان هو خد افضل مدرب في جنوب افريقيا مع نادي يعني عاوز اقول لك في السبع سنين امسكهم موسيماني عمل اداء متميز، واخد 15 بطوله. مظبوط. يعني في معدل بطولتين في هنقول بطولتين وبطوله افريقيه. يعني بطولتين في السنه للسان داونز وبطوله افريقيه. وبطوله افريقيه كمان. بالظبط. فده ناتج كويس، لكن تعالى نتكلم بقى على الاهداف اللي احنا عايزينها. اول حاجه الهدف الاولاني ان الفرقه تتغير نفسيا الاول، وده اللي يقدر المدرب يعمله في فتره صغيره. كويس. انك انت تغير اللعيبه نفسيا مع الاداء المتميز بتاع اللاعبين اللي شفته في مباريات الدوري. يعني كل الاختبارات اللي دخلها موسيماني مع الاستقرار اللي انا شرحته في الاول وكل الاستقرار اللي حصل انعكس جوه الملعب. موسيماني كمان كان عنده مشكلة في مباراة إنبي، عجبني جدا ان هو التغييرات بتاعته فيها فكرة، بس برضو لازم نحيي فيها الناس اللي موجودة معاه، سامة قمصان، ونحيي كمان سيد عبد الحفيظ، المصريين اللي متواجدين. وبعدين دلوقتي المدير الفني ما بقاش وان منشور، ما بقاش المدرب لوحده، بقى الجهاز الفني اللي معاه.